ظاهرة طبيعية غريبة ونادرة الوقوع فاجأت سكان مدينة طنجة عشية يوم الأربعاء الماضي، تمثلت في هطول كميات كبيرة من الأمطار الطينية المصحوبة بريح رعدية مكسوة بغبار وأتربة حمراء، غطت أسطح المنازل وشوارع المدينة وطرحت معها عديد الأسئلة. طاحت عندنا الشاشة يعني في واحد الجو اللي هو ماشي هو هذاك، وكرفصت الطوموبيلات وكرفصت السطوحه والبنايات ديال الناس، وهذا الشيء هذا لاول خطره كنشوفوه، وكنتمناو نعرفوا السبب ديال هذا الشيء منين. احنا في طنجه ما عمرنا عرفنا هذه الشتا طاحت بالغيث، وهذا البارح نضنا في الصباح جبرنا حمراء الارض، قلنا كيفاش هذا الشيء هذا، عمري في الحياه ديالي ما شفت هذا الماء الشتا هيدا. واجهات بعض المؤسسات لم تسلم هي الأخرى من هذه الأمطار الطينية، لكن السيارات كانت هي المتضررة الأكبر من هطول هذه الأمطار التي لم تخفي ساكنة المدينة مخاوفها من أن تكون ناتجة عن تلوث يحمل معه أضرارا صحية خطيرة. نهار دشت تبارك الله طاح بالغيث، فهمتي الدنيا سطوحة، الحوايج الهندام ديالنا الطوموبيلات عرفتي رجعوا، تقول ما انتش عايش في طنجة، تقول راه في حالة مراكش ولا فهمتي. كان الريح قوي في طنجة، وهذاك الريح كان شرقي وجاي من جنوب شرقي، إذا المناطق اللي جاي منها الريح طبيعتها التربة ديالها فيها هذا التراب هذا، ملي استهدف الشتا جاية طاح داك الماء وحمل معاه داك التراب وطاح فوق طنجة. تعددت التأويلات والتخمينات التي اتهمت تارة أوراش البناء الكبرى بالتسبب في موجة الغبار الذي تحول لطين بفعل المطر، وتارة أخرى بالتغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية، لكن التفسير العلمي يبقى مخالفا لكل هذه التحليلات. طبيعة الحال هي ظاهرة طبيعية من حيث الضرر، ربما الضرر هو أن هذاك الطين الذي يسقط إلى أي حد هو صالح بعض المرات، لأنه بعض المرات يقدر يكون صالح حتى للميدان الزراعة، لأن كنعرفوا بأن ربما حتى فيه مواد صالحة للزراعة، ولكن كظاهرة هي في الحقيقة مؤشر اللي كتعطينا واحد تفكير حول ظاهرة أخرى اللي هي تحدث بنفس يعني المواصفات، وهي ظاهرة الأمطار الحمضية، وهذا هو اللي عنده علاقة بالتلوث وعنده علاقة بالتغيرات المناخية. في دول أوروبا خاصة الساحلية يعتبر الأمر عاديا، لكنه في مدينة طنجة أثر استغراب العديدين، استغراب زال مع زوال الغيوم الملبدة فوق سماء طنجة وعودة الحياة إلى روتينها.